السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المتابعين، أحمد الشباسي وحلقة جديدة من حلقات باصي للشباسي. في البداية كده لازم أشكر كل الجمهور اللي بيدعمني وبيتابعني والمتابعين اللي ما شاء الله عليهم في التعليقات عاطيني حقي وأكتر كمان، بحب أشكرهم وإن شاء الله يا رب بإذن الله أكون عند حسن ظنكم دايما كده إن شاء الله. وزي ما عودتكم دايما ان احنا بناخد من تعليقات المتابعين ونبدأ نتكلم عنها في حلقات، فمن الحاجات اللي تم الاستفسار عنها من الكابتن بيبو هو الدوري العماني، فحبيت اشرككم معايا ونتكلم مثلا لو كل حلقة من الحلقات نتكلم عن مباريات الدوري العماني او الاسبوع في الدوري، نقول نتائجه على الاقل وترتيب الفرق ان شاء الله. حضرت انا مباراة السيب والاتحاد اللي خلصت بخمس اهداف لفريق نادي السيب، واللي عجبني جدا الجمهور انا يعني الحظ انا دخلت مع جمهور نادي السيب، جمهور بيحب الكرة، عاشق للكرة، اهازيج طول المباراة من اول بداية المباراة للدقيقة 90 او الدقيقة 93 وهو بيشجع لا يكل ولا يمل. وجبت لكم بعض الاهازيج اللي غنوها، حتى بعض الهدف الثالث كده كان فيه يعني اغنية محبوبة للناس كلها، انا كمان استمتعت بوجودي معهم. والحاجة التانية اللي هتكلم عنها وهي اختيار الاتحاد الدولي للاحصاء والتاريخ او للتاريخ والاحصاء منتخب آسيا لعام 21، واختيار مدرب نادي الهلال ليوناردو جارديم مدرب ليه، وهنشوف 3 لعيبة عرب في التشكيل. ونهاية الحلقة هنتكلم عن موسي ماني مدرب النادي الأهلي وسوء إدارته لمباراة الأهلي وفيوتشر وخسارته 2 وتعادل الأهلي 1-1. ولكن قبل كده ما ندخل للحلقة يا ريت تنزل تشرفني بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتدينا اللايك لو الفيديو عجبك، وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. اهلا بكم اعزائي المتابعين، والبدايه مع الدوري العماني. الدوري العماني اللي كل الجماهير اجمعت ان هو دوري ضعيف مقارنه بالدوريات العربيه الثانيه، عشان كده معظم الجمهور العماني بيطالب لاعبي منتخب عمان ان هم يطلعوا يحترفوا في دوريات اقوى، وليكن مثلا الدوري الاماراتي، الدوري القطري، او الدوري السعودي. وللاسف اللي يشوف او يتابع مباراه الدوري العماني هيتاكد من المعلومه دي، ان في فرق في القمه خالص وفي فرق يعني يعتبر في القاع ما فيش وجه منافسه، وخصوصا لما تشوف في فرق بتكسب 7 وفرق بتكسب 5. يعني احنا عندنا صراع في القمه ما بين السيب وظفار والنصر، الفروق بينهم نقطه واحده، ولكن احنا لسه في البدايه 7 جولات بس، ولسه عندنا تقريبا الدور الاول على نهايته لسه 4 مباريات و11 مباراة في او اسف 13 مباراة في الدور الثاني وست مباريات، لسه 13 مباراة لكل فريق، وهنشوف الدوري هيختتم على ايه. ولكن قبل ما نتكلم بقى عن نتائج الجولة السابعة في الدوري العماني وترتيب فرق المقدمة اللي مسيطرة على قمة الجدول الترتيب، ياريت بقى نتكلم على تطوير الدوري العماني. ما هو احنا مش هنبدأ صح غير اما نطور الدوري، احنا يا ريت يعني الناس تتقبل وجهة النظر دي. انا ليه ما خليش الدوري بتاعي يكون هو وسيلة جذب، ان الدوري بتاعي يكون هو اللي قوي، بدل ما انا طالب ان اللعيبة ان هي تروح تحترف بره، ليه ما يبقاش عندي دوري قوي؟ موضوع كبير وموضوع هيطول شرحه، وانا عارف ان الناس ياما اتكلمت فيه وياما يعني قالوا اقتراحات وقالوا كذا، وفي اتهامات لبعض الامور وبعض الجوانب اللي ما بتساعدش على ارتقاء الدوري العماني، ولكن لابد من العمل على تطوير الدوري العماني. ويا ريت الانديه بدل ما هتلوم على اي حد، لازم تبدا الانديه هي اللي تطور من نفسها، هي اللي تبدا تعمل قاعده ناشئين، لان من الملاحظ كده ان معظم الانديه بتعتمد على اللعيبه الكبار بس، ما عندوش قاعده من الناشئين، يعني ما بيأسسش صح، ما عندوش فريق مثلا 13 فريق 15 فريق براعم يقدر يعمل منه قوام لفريق شباب ياخد منه للفريق الاول، لا بيعتمدوا على القوة الشرائية او ان هو لعيب جاهز جاي يلعب، وانت شايفين تنقلات اللعيبة من نادي لنادي وهم نفس اللعيبة بس بيتغير اسامي الاندية. يا ريت نداء لكل الاندية بقى، اعمل عندك مدرسة كورة،
يعمل مدرسة كرة للناشئين، بدل ما اللاعب يروح في أكاديمية برا ويدفع مبلغ مالي، لا انت ارعاه واصرف عليه في مرحلة الناشئين، هتاخد منه عند الكبر. ليه ما يبقاش عندك لاعب زي علي الحبسي اللي شرف السلطنة واحترف في الدوري الإنجليزي؟ الخامات موجودة، والله الخامات موجودة في كل مكان. اطلع على أي شاطئ اتفرج عليهم، هتلاقي فيه لعيبة، هتلاقي فيه لعيبة بتلعب أحسن من اللعيبة اللي بتلعب في الدوري الممتاز. لكن هي الظروف، هي الإمكانيات، هي اللي بتفرق، والحظ له عامل كبير. في حظ في الكورة، أقول لك في حظ في الكورة، الحظ إن أنت تبقى لاعب موهوب ولاعيب كبير قوي، وحد يشوفك عين خبيرة تنتقيك تقول لك تعال انت تصلح انك تلعب في نادي، وحظ لاعب تاني ان هو بيهتم بنفسه وعاوز يطور من نفسه وبيروح نادي وبيدور وبيسعى وربنا بيكرمه. فالحظ مع توفيق ربنا هو كل شيء. اتمنى ان الاندية تعتمد على قواعد الناشئين، ويبقى في كل نادي قاعدة للناشئين تقدر تكون منها منتخب للناشئين. ومش عايز اكلمك وارجع بيك للذاكرة لسنة 95، منتخب الناشئين العماني اللي شرف عمان وشرف العرب في الإكوادور وأخذ رابع العالم، وكان عندنا لعيب كبير محمد عامر الكثيري اللي الناس كلها عارفاه صغير وكبير، واللي للأسف لما جاله فرصة الاحتراف كان حصل فيه هنا تعنت وطلبوا باحتراف بعض اللاعبين معاه، لدرجة إن محمد عامر نفسه ساب الكورة. وإن شاء الله هيبقى ليا حلقة عن الكابتن محمد عامر، هداف كأس العالم في الإكوادور اللي أخدها أو أخد الحذاء الفضي فيها، وأخد أحسن لاعب في البطولة. ومش كده وبس، ده راح كمان قرعة أو قرعة كأس العالم سنة 98 اللي أقيمت في فرنسا. لعيب كبير اندثر أو راح مع الزمن بسبب أمور إدارية. يا ريت بقى نركز ويبقى عندنا قاعدة من الناشئين، لأن هي دي الأساس. آسف طولت عليكم في النقطة دي، ونروح بقى لمباريات الأسبوع السابع في الدوري العماني. المباراة الأولى بهلة وصحار، المباراة انتهت بالتعادل 1-1، أحرز لبهلة ماجد الشكيلي ولصحار محترف عبد الله الكوفي، لعيب محترف في فريق صحار. المباراة التانية اللي أنا شرفت بحضورها مباراة السيب والاتحاد، خلصت 5-0 لصالح السيب. المقبالي أحرز 3 أهداف من ضربتين جزاء، وهدف احرزه بهدف بطريقه شخصيه، والهدف اللي احرزه في عيد الفارسي، والهدف الخامس بعد نزول المنذر العلوي بدقائق يحرز الهدف الخامس. احرز هدف واضاع هدف، لعيب كبير المنذر العلوي اللي لفت انتباهي في المباراه دي بصراحه، واللي ممكن ما ظهرش معاك في التلفزيون، وهو ارشد العلوي، عامل مباراه تكتيكيه مع حارب السعدي وعيد الفارسي اللي برضه علامه استفهام. انا مش عارف بصراحه سنه كام سنه عيد الفارسي، لعيب برضه امكانياته عاليه، لعيب نص ملعب متحرك قائد في الملعب، بالاضافه لوجوده مع ارشد وحارب السعدي عاطين تقل لنص ملعب نادي السيب، وقدروا يفوزوا باللقاء 5-0. المباراة الثالثة النصر والنهضة 1-1، النصر أحرز له حمد الحبسي والنهضة أحرز ليها محمد خصيب. المباراة اللي بعد كده أو مباراتين انتهوا بالتعادل السلبي 0-0، السويق ونزوة والرستاق ونادي عمان. المباراة الأخيرة معانا مباراة ظفار وصحم، وخلصت 2-1 لصالح ظفار، اتقدم ديريك المحترف في نادي صحم، وتعادل عوض الشحري في لظفار، واضاف عمر الملكي هدف الفوز لنادي ظفار. واحنا عارفين ان في مباراة اتأجلت اللي هي المصنعة ومسقط عشان ظروف وفاة الله يرحمه مخلد الرقادي، ربنا يرحمه ويحسن اليه ان شاء الله. ترتيب الجدول بقى بعد انتهاء مباراة الجدول او الجولة السابعة، نادي السيب في المقدمة لعب 7 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3 وبدون هزيمة، عنده 15 نقطة. نادي ظفار عنده 14 نقطة من 4 فوز واثنين تعادل وخسارة وحيدة. وفي المركز الثالث نادي النصر لعب 7 مباريات، 4 فوز، 2 تعادل وخسارة وحيدة، وعنده 14 نقطة. المركز الرابع المصنعة لعب بس 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 1 وخسر في 1 وعنده 13 نقطة. المركز الخامس نادي النهضة ب6 مباريات، فاز في 3، اتعادل في 2 وخسر في 1 وعنده 11 نقطة. دول الخمسة الأوائل، ومعاك الجدول كامل دلوقتي تقدر تشوفه على الشاشة. كده انتهاء الجولة السابعة، 3 في الصدارة، السيب، ظفار والنصر. هيقدروا يكملوا ليه المراحل الأخيرة؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله خلال المسابقة.
بإذن الله خلال الحلقات وإحنا ماشيين في الحلقات كده اللي بنتكلم فيها نجيب ملخص سريع عن الدوري العماني، نتائج الجولات وترتيب الفرق بإذن الله. نروح بقى لموضوعنا الثاني وهو اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لمنتخب آسيا لعام 2021. زي ما قلت كده في المقدمة، مدرب المجموعة دي أو مدرب المنتخب ده هو ليوناردو جارديم، مدرب نادي الهلال السعودي اللي فاز ببطولة آسيا للأندية. بعد كده بقى الحارس ماثيو ريان، ده حارس مرمى أستراليا. خط الدفاع معنا 2 لعيبة عرب، ونفتخر أنه موجود 3 في التشكيلة. البداية من ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي، عبد الكريم حسن لاعب المنتخب القطري، معاه تومي ياسو مدافع اليابان ونادي الهلال السعودي، وحسين كنان زردان من إيران. في نص الملعب عندنا 3 لعيبة، وولي من الصين، تاكفو ساكوبو من اليابان، ويويا أوساكو من اليابان. ثلاثي المقدمة هيونج مين سون من كوريا الجنوبية، وسردار أزمون من المنتخب الإيراني، ومعهم المهاجم الدولي العربي منتخب لاعب منتخب الإمارات علي مبخوت. دي التشكيلة اللي اختارها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. اختار التشكيلة دي اللي بتمثل آسيا كلها أفضل 11 لاعب خلال عام 2021، والفخر لينا بوجود 3 من العرب. الحاجة الأخيرة اللي حابب أتكلم فيها وهي مباراة النادي الأهلي مع فيوتشر، والتعادل 1-1 وخسارة نقطتين والصراع على القمة. لازال النادي الأهلي في المقدمة، وإحنا عارفين إن الدورة هيقف عشان بطولة أفريقيا. نتمنى التوفيق للمنتخب المصري بإذن الله. الناس كلها بقى عشان نقفل الصفحة دي، الكلام كله على موسيماني واختيار سيء في بداية التشكيل. أنا متفق معك جدا إن موسيماني بدأ المباراة بتشكيل غريب، والناس كلها انتقدته ولامت عليه في التشكيل وفي كذا، لكن أنا كلامي كله خلاصته كلمة واحدة: عمرو السولية. اللعيب اللي لما غاب عن النادي الأهلي وغاب عن منتخب مصر كل حاجة بتتكشف. اللعيب الذي لا غنى عنه في تشكيل أي فريق، سواء المنتخب أو النادي الأهلي. وارجعوا بالذاكرة زمان، الناس اللي متابعاني من شهور كنت دايما أقول السولية لو برجل واحدة يلعب على أي حد في مصر. واتكشف النادي الأهلي في الماتشين اللي فاتوا، في مباراة الرجاء في كاس السوبر الافريقي ومباراة فيوتشر في الدوري المصري، بغياب عمرو السولية. ما عندناش اللاعب اللي يقدر يعوض غياب عمرو السولية، حتى ولو انت لعبت قفشة يا مستر موسيماني. اختيار قفشة في مركز 8 لا يفيد، ولا مش هيعمل لنا اي تطور هجومي. قفشة مش اللاعب اللي يقدر يقطع، مش اللاعب اللي يقدر يتبادل مراكز، ولا مجهوده هيجيبه مع حمدي فتحي ان هو يطلع لك من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية في دقيقة واحدة، انه يرجع يغطي على اكرم توفيق، انه يرجع يغطي الناحية التانية على ميكي سوني اللي الناس كلها بين قوسين كده علمت عليه، خصوصا في ظل انت مستبعد مين؟ كهربا حبيب الجمهور. والناس بدأت تقارن الوقت بين ميكي سوني وكهربا، وليه كهربا ما بيدخلش حتى في التشكيلة، واعتبروه ظلم لكهربا. خصوصا يا اخي انت عندك مباريات كتيرة بتدي فرص لناس كتيرة، واخرها كوكا لعيب من الشباب بتديله على حساب ياسر ابراهيم، مطلعه بره التشكيل. عمار حمدي بعيد، وانا بكلمك بلسان حال الجمهور الاهلاوي اللي بيلوم وبينتقد موسيماني على اختياراته، وانا اتفق معاه جدا. في مباراة فيوتشر اداء ضعيف جدا من موسيماني، وللأسف بدل ما ينزل بالتشكيل الصح ويعمل تغييرات تكون إيجابية وتفيد الفريق، كان بيحاول تغييراته هي عبارة عن تصحيح أخطاء. وللأسف إمكانيات لاعبين كبيرة جدا ما بنشوفش نصها. على سبيل المثال حسين الشحات لعيب عنده إمكانيات كبيرة، بينزل أداؤه ضعيف جدا، في ظل لما انت اديت الفرصة لأحمد عبد القادر قدر يعمل لك الفارق في مباراة السوبر الافريقي ومباراة امبارح. انا عايزك تركز في هدف احمد عبد القادر، وعارف انه مش هو اللي حط الجون، محمد شريف اللي حط الجون، لكن السبب الرئيسي في الهدف هو احمد عبد القادر. ضغط، قطع الكرة، استخلصها بدون فاول، ورقص واحد والتاني، وبذكاء وبدهاء لعبها لورا اللي حطها محمد شريف. احمد عبد القادر بامكانياته قدر يظهر، ادي الفرصة لعمار حمدي، ابدأ العب ببرسي تاو في مركزه وعلى عدلته،
اختفى بيرسي تاو في الشوط الثاني، بنلعب كرات عرضية وما عندناش مهاجم في الصندوق، والناس بتتكلم عن غياب حسام حسن واستبعاده. فيا ريت الناس اللي يعني كل وجهات نظر الجماهير صح، ومش هختلف معاكم رغم ان انا من الناس اللي ما بحبش اتكلم عن المدربين، ولكن إدارة موسيماني للمباراة امبارح وإصراره على طريقة 3 4 3 اللي لازمها لعيب بحجم عمرو السولية، انت امبارح ضيعت لعيب بلاي ميكر عندك زي قفشة، كنت مريح علي معلول واضطريت تستخدمه بعد ضياع الجبهة الشمال من ميكوسوني واحمد كوكا اللي كنت مستبشر بيه خير في اول 10 دقايق، كان واثق من نفسه وبيلعب كرة، بعد كده اللعب كله بقى ناحيته وبدأ يتوتر وبدأ يغلط، ولولا حمدي فتحي نجم المباراة الاول بلا منازع كان زمان الاهلي خسر المباراة. انت بتلعب بأداء وبطريقة يلزمها لعيب زي السولية، مين البديل للسولية؟ العب بأحمد عبد القادر اوقات، العب بعمار حمدي، اديله فرص، يعني لعيب من اول ما رجع وكنا هنموت عليه ونرجعه من الاتحاد من الإعارة يلعب 16 دقيقة او 20 دقيقة في من بداية الموسم؟ لا. فالناس كلها الوقت ضد موسيماني، او مش هنقول ضده، بتعاتب موسيماني على اختياراته في التشكيل وطريقة اللعب. خلاصة الكلام، السولية ملوش بديل. وبكده حلقتي تكون انتهت. يا ريت لو عجبك الفيديو تنزل تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.